واحد بيقول نما الى علمنا ان قد ارسلتكم وافقتم على ان نذهب برحلات القدس. لم يحدث اطلاقا اطلاقا اطلاقا. بعض شركات سياحة عايزة تسترزق من السياحة فبينسبوا الي كلام انا ما قلتوش. لو في كلام زي كده انا بنشره في مجلة الكرازة امام الكل. دي علامة. تاني علامة، لما اذهب انا وفضيلة شيخ الازهر مع بعض الى القدس يبقى انتوا تيجوا وراه. والحكاية لسه ما انتهتش، يعني ده لسه في مفاوضات. ما تفتكروش الصلح قد تم تماما، لا لسه.